موضوع آخر، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام أنه سيتم خلال الأشهر القادمة إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة أو تعويضها باستخدام ملامح الوجه بواسطة الهواتف الذكية. وكشف هدام خلال ندوة إعلامية أنه سيتم استخدام أنظمة ذكية تسمح بالمراقبة الطبية عن بعد، وكذا نظام ذكي لفائدة الصم البكم يترجم لغة الإشارة إلى نص مقروء. نعطيو المواطنين يكونوا في الخدمة إن شاء الله في 3 أو 4 أشهر اللي جايين. الحاجة الأولى هي تطوير برنامج التعرف على ملامح الوجه بواسطة الهواتف الذكية. هذه باش المواطنين والمتقاعدين ما يجيوش كل عام باش يعطيونا لو سيرتيفيكا دو في تاعهم. برنامج ذكي خاص بالمراقبة الطبية عن بعد. والبرنامج الأخير اللي أوسي حتى هو تقدمنا فيه هو تطوير نظام ذكي لفائدة فئة الصم والبكم اللي يترجم فوريا اللغة تاع الإشارة إلى نص مقرأ والعكس.